اوكي هنبدا. تمام. عندي في ليسون 3، ليسون 3 عنواننا فيه طبعا مديني فيه ستوري، قصه زي القصه اللي شفناها في الوحده اللي فاتت. مديني هنا ذا بيليكان اند ذا بير، ذا بيليكان اند ذا بير، البجعه والدب. يلا نشوف مع بعض مجموعه الكلمات. كان مديني بيليكان، بير، بيك، بو، كلو. بعد كده كان مديني كلمه جوسي، جوسي بمعنى كثير العصاره، جاي من كلمة جوس عصير. ريدي اللي هو جاهز أو مستعد. بورينج بمعنى ممل. أنجري غاضب. سادلي بحزن. كايندر معناها أكثر عطفا أو أطيب. سربرايزد بمعنى مندهش. هانجري جعان. سكيرد بمعنى خايف. فن مرح أو ممتع. مديني ريفر بمعنى نهر. ستوري قصة. أما بالنسبة للأفعال، ريتش والماضي منها ريتشد. ديسكرايب فعل بمعنى يوصف والماضي عند الديسكرايبد. ليفت معناها يرفع او مصعد او اسانسير يعني، وبقول الماضي منها ليفتد. اما تيك الماضي منها توك. فيل فيلت. اندرستاند اندرستود. حروف الجر او التركيبات اللي عندي، مديني لوك سكيرد معناها يبدو خائفا. تيك اوت معناها يخرج. اكسكيوز مي معذره. ات ذا اند اوف في نهايه. تعالوا نشوف مع بعض حدوتة وقصة البليكان والبير. طبعا القصة اللي موجودة قدامي السنة دي مختلفة عن اللي كانت عند اخواتنا السنة اللي فاتت، يعني مغير في النهاية بتاعتها شوية عشان طبعا يعلمنا حاجة مفيدة. لما اقول هنا a pelican and a bear are in the river، يبقى اول جملة عندي في الترتيب مهمة، a pelican and a bear are in the river. يقول لي كان فيه بجع ودب موجودين in the river في النهر. They are very hungry، هما الاثنين البليكان والبير hungry جعانين. They are both يعني كلاهما، كلمة both بمعنى كلاهما، اللي هما مين؟ البليكان والبير. مالهم؟ They are both looking at a big juicy fish. They are looking at a big جوسي فيش، بيبصوا الاثنين لسمكة كبيرة وجوسي ملظلظة. The bear reaches for the fish، بيوصل طبعا هنا الدب للسمكة. It lifts its paw، بيبدأ يرفع البو الكف بتاعه. The pelican opens its beak، والبليكان البجعة هنا بتبدأ تفتح منقارها عشان تاكل السمكة، وهو lifts its paw بيرفع كفه عشان يخطف أو ياكل السمكة. It's ready to take the fish، البليكان جاهزة إن هي تاكل السمكة أو تاخد السمكة الأول out of the water، تطلعها من المية. The bear sees the pelican، الدب في اللحظة ديت بيشوف البجعة. The pelican sees the bear، وكمان البجعة بتشوف الدب. Excuse me، معذرة. The pelican says، بتقول البجعة هنا excuse me، that's my fish، دي سمكتي أنا. The bear is surprised and angry، بيغضب طبعا وبيندهش. البير الدب يصبح surprised مندهش وانجري كمان غاضب. بيقول للبليكان، بيليكان أيتها البجعة، look at my claws، انظري إلى المخالب بتاعتي، شوف المخالب بتاعتي عاملة إزاي. Now look at my teeth، وبص لسناني كده، ده أنا أكلك. That's my fish، إنها سمكتي، دي سمكتي أنا. The pelican looks scared، خافت طبعا البجعة، وبتقول له I am sorry bear، أنا أسفة يا دب. It says sadly، بتقول بحزن طبعا، أنا آسفة أنا غلطانة. The bear is stronger، بيديني حقائق هنا ما بين العلاقة اللي موجودة عند البير والبليكان، إن البير stronger than the pelican، يبقى the bear is stronger than the pelican، الدب طبعا أقوى من البجعة. The bear looks at the pelican، البير الدب بينظر إلى البجعة هنا، وده الجزء الجديد اللي اتغير في القصة. How do you feel pelican؟
بيسأل طبعا البليكان البجعة، بيقول لها انت بتشعري بايه دلوقتي؟ هاو دو يو فيل، كيف تشعرين؟ اطلع اي فيل هانجري، انا جعانه. سيز بليكان اي ام بيجر اند سترونجر ذان يو. دب بيقول لها انا اكبر واقوى منك. اي ام بيجر اند سترونجر ذان يو، انا اقوى واكبر منك. بات، ولكن اي ثينك يو ار هانجرير ذان مي، انا شايف ان انت اكثر جوعا مني، انت جعانه اكتر مني. يو كان هاف ذا فيش، اتفضلي انت السمكه. يو كان هاف ذا فيش. ثانك يو بير، اشكرك ايها الدب. يو ار كايندر، انت اطيب طبعا ذان اول اذر بيرز، انت اطيب دب انا شفته، او انت اطيب من الدببه الثانيه. ده الجزء اللي تزود عن القصة القديمة. طيب بيقول لي في السؤال الأول هنا، Why does the pelican look scared؟ ليه البليكان كانت خايفة؟ قال لي Because the bear is stronger، لأن الدب هو اللي stronger، هو الأقوى، فخايفة منه. طيب Who had the fish at the end of the story؟ قولي يا أروى. طبعا اللي اكل السمكه في الاخر، او اللي اخذ السمكه في الاخر، كانت البليكان. يبقى ذا بليكان هاد ذا فيش، البجعه هي اللي اخذت السمكه. ما يجي بعد كده نعمين. مش المفروض يصير كنا كتبنا بيجر هي خافت لأن هو كان أكبر منها وأقوى منها، هو تمام، عادي لو هو كتبت الاثنين. سترونجر اند بيجر، او سترونجر اقوى منها، لانه هو اقوى منها. اما السؤال الثاني، هو هاد ذا فيش، الثلاثة من صح. اللي اكل الفيش؟ قلنا طبعا ذا بيليكان. الصفحه اللي بعدها هو نفس الكلام اللي في الصفحه الاولى، يعني الكلمات والقصه مره تانية هي نفس اللي احنا قريناه دلوقتي. يبقى سيادتك هتذاكر القصه من الصفحه الاولى وخلاص، يعني دي تعتبر مكررة. تعالى لي للجزء الثاني بعد القصة بتاعت البليكان والبير. مديني هنا صوتين، اللي هو صوت البه والبه، البه والبه، البه والبه. كلمات بتبدأ بالبي زي بير والبرد، بيك بي. أما كلمات البه زي بليكان، بين، بير، بيز. هلاقي عندي بير وعندي بير، عندي بير وعندي بير، نفس السبيلينج، ولكن الاختلاف في الصوت الأول عندي اللي هو البه فور بير، وعندي البه فور بير. طيب لما يجي يقول لي اتس ان انيمال، اقول له ده اسمه البير. اتس ا فروت، فاكهة، اقول له بير اللي هي الكمثرى. تمام، يبقى اذا مطلوب مني احفظ كلمات البه وكلمات البه. الجزء الثاني او الاخير في الدرس ده بيتكلم عن جزئية ماس. اخذنا في الماس حاجة اسمها الفراكشن. يعني ايه فراكشن؟ قلنا كسر. يعني ايه كسر؟ يعني جزء من الكل، جزء من كل. طيب تعريفه ان انجلش، قال لي a fraction is a part of a whole. part of a whole، يعني لو قلنا ان السيركل دي كلها هي الهول، فاجي على الهاف منها ده واسميه، ده بسميه فراكشن، ده جزء من الكل، ده جزء من سلام الكل. كلنا اخذناه في الماس، كلنا اخذنا الكلام ده في الماس، بس انا لازم اقوله. يبقى فراكشن اذا بارت اوف هول، يعني الكسر ده هو عبارة عن جزء من الكل. طيب بيقول لي كمان الفراكشن ده consists of two parts، اي فراكشن في الدنيا بيتكون من جزئين. ايه هما الجزئين؟ قلنا عندي حاجة اسمها numerator، وعندي حاجة اسمها denominator اللي هو البسط والمقام، زي ما بنكتبه عندنا في الماس. يبقى انا لو موجود قدامي الرقم بالشكل ده اللي هو 1 over 2 او 1 2، ده معناه ان ده اسمه فراكشن، يعني كسر. طيب ده بالنسبة للفراكشنز. الجزء الثاني او المعلومة الثانية اللي بيضيفها لي هنا هي جزئية النمبرز، الاعداد او الارقام.
عشان اقول جريتر ذان او سمولر ذان، اكبر من او اقل او اصغر من. طيب حاجة تانية قال لي كمان لازم ابقى عارف الديسندنج اوردر والاسندنج اوردر. ديسندنج ديسندنج قلنا ده ترتيب اسمه ترتيب تنازلي. يعني ايه تنازلي؟ يعني ببدأ from the biggest to the smallest، ببدأ من الأكبر للأصغر. يبقى إذا الترتيب اللي قدامي لما أقول له 13 الأول وبعدين 12 وبعدين 11 لحد ما أوصل ل 3، ده اسمه descending order. طيب لو أنا عكست وبدأت عندي من ال 3 لحد ما أوصل ال 13، ده اسمه الاسندنج اوردر، اللي هو الترتيب التصاعدي اللي ببدأ فيه من الصغير وانا طالع للكبير. تمام. حاجة تانية قال لي تعالى هنا كده نعمل مقارنة ما بين الكسور اللي قدامنا. هو انا لما يبقى عندي 1 over 1 ده معناها 1، ده يعتبر الهول نمبر. طيب 1 over 2 لا ده كده اقل شوية، 1 over 3 اقل شوية، 1 over 4 اللي هو الفورث ده اقل خالص. معنى كده ان انا لو جينا نرتب descending اللي هو الترتيب التنازلي، يبقى هبدأ بال 1 over 1، بعدها 1 over 2، بعدها 1 over 3، بعدها 1 over 4، بعدها 1 over 5، وهكذا لحد اي رقم. اذا مجموعة الارقام اللي قدامي بسميها fractions اللي هي عندي فيها numerator و denominator اللي هو البسط والمقام. الحاجة التانية بعرف ان 1 over 1 greater than اكبر من الهاف، والهاف عندي greater than الثيرد، والثيرد عندي greater than الفورث. فاهمين حاجة؟ ايوه يا شيخ، طيب تعالى لي بقى للجزء الخاص بالنص بتاعنا الاستماع. listen and write to your F. لما اقول the bear and the pelican are in the forest، هما الاتنين في الفورست، الكلام ده ما عرفناهوش في القصة. القصة بتاعتنا كانوا in the river، يبقى الكلام ده false. number two، the bear is surprised and angry. surprised متفاجئ طبعا وغضبان من البيليكان، صح طبعا ترو. the pelican says sadly، قالت I am sorry، I am sorry، ايوه طبعا قالت sorry. the pelican is stronger and bigger than bear، هي البيليكان اللي اقوى من البير، طبعا الكلام ده false خطأ. الجملة الأولى في الترتيب يا ماهي. أنا Why the bear is angry؟ لا غلط، ليه؟ Why؟ لأن قلنا لما أكون سؤال بـ why أو what أو أي أداة استفهام يجي لي بعده الفعل المساعد. يبقى لما أسأل أقول what، كنت بقول what is، where where is، why 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 is is. تمام. the angry؟ يبقى هنا المفروض أقول له why is the bear angry، why is the bear angry والquestion mark. number two يا سيف. The fish is big and juicy. تمام، هقول له هنا the fish is big and juicy. the fish is big and juicy او juicy and big، ما فيش مشكلة، مش هتعمل اي فرق عندي. يبقى اقول له the fish is big and juicy. number three يلا يا ايسل. How do you feel? How do you بتاعت feel? سنة تالتة، جملة سنة تالتة، how do you feel والquestion mark. لارا number one في الماتش، بقول the bear is stronger. ما احنا اتفقنا اي ار بيجي لي بعدها Then. than، يبقى برافو، يبقى اقول له هنا the bear is stronger than the pelican. احفظ الجملة عشان الترتيب وعشان التوصيل اهو. يبقى the bear is stronger than the pelican. يا مالك نعم يا سيد. يلا يا مالك، صح صح ها. the bear has، البير الدب ده عنده ايه من الحاجات دي؟ ها has
هوس اند كلاوس. تمام، يبقى has both and close، يبقى the bear has both and close. نقطة نمبر 3، يلا يا مؤمن. The pelican eats. فيش. البليكان بتاكل الفيش. The pelican eats fish. آخر جملة عندي، جاسمين موجودة؟ مش موجودة جاسمين. يلا يا فيروز. The pelican has a beak. ذا بيليكان طبعا هنا عندها أبيك منقار، يبقى لازم أميز ما بين البير والبيليكان بالنسبة لأجزاء الجسم الخاصة بيهم. العلاقة ما بينهم إن البير طبعا سترونجر وبيجر ذان البيليكان. هروح أكمل القطعة بنفس أنا الطريقة اللي ممكن إحنا اتعلمناها دلوقتي في بس القطعة. عايزة أقول يلا يا مين اللي بيقول عايز أقولها أنا ده؟ أنا يا سلمان. سير، سلمان يا سير، سلمان سلمان، يلا يا سلمان. طب سلمان. أنا أوكي أروى ممكن تكون أوكي أبليكان، سلمان. أبليكان سير أند أنا أروى أند بير مطيرة بعد أر إز أيسر. ذا ريفر، they are very hungry. دي واحدة تانية يا سلمان عشان أروى ما تتكلمش. استني يا أروى. ها أبليكان أبيليكان. أند بير أر إز ذا ريفر، they are very hungry. طبعا عرفنا انهم they are very hungry، جعانين. ها they are both looking at a big juicy fish، بيبص على سمكة كبيرة وتخينة. the bear reaches for the fish، بيوصل هو السمكة. it lifts its، هو البير عنده ايه عشان يرفعه؟ Oh. بو. طبعا the pelican opens its، البليكان بتفتح ايه؟ Peak. its beak، المنقار بتاعها. It's ready to take the fish out of the water، جاهزة تطلع السمكة من المية. هروح بعد كده سؤال اللي تشوز، نمبر 1 في اللي تشوز. يلا يا يلا يا يا أنا أروى الله سرنجة. يا الله، في حد ما جاوبش خالص؟ طيب أنا نسيت. يلا يا أروى. A pelican and a bear are in the Are in the river. river. كملي نمبر 2. ها the bear is The bear is bigger than the cat. bigger than. نمبر 3 the bear is Stronger than a pelican. stronger than. نمبر 4 a Let's see. pelican opens its Peak. طبعا مع البليكان، يبقى انا محتاج البيك. البنكتويشن. يلا البانكتويشن، هقول له طبعا التي كابيتال بالتين. بداية الجملة، وفي الآخر ونحط فلوس نقط. الفول ستوب. فلوس نقط. بعد كده كان طالب مني اكتب باراجراف عن البيرز. ليه تمام، بقول لك بيقول لي كذا؟ ذا بيرز، وبيقول لي هنا وات دو ذي ايت، بياكلوا ايه، وهاو كان ذي كاتش فيش، ازاي بيصطادوا السمك. يعني أقول لك اللي عملته؟ عايزني اكتب عن جزئية القصة اللي احنا عرفناها. اتفضل قول كده. I like animals. My favorite animals is bear. Bear eat fish. They use paws and claws to catch fish. My sister doesn't like bears. She like she She likes. لا she thinks they scary. She I think like they are scary. octopus. Okay. Excellent. طبعا يا كابتن مالك. برافو يا مالك. كويس. في حد كاتب بالباراجراف ده تاني؟ أنا نسيت. وأنا قول يا مؤمن. But I like animal. My favorite animal is bear. Bear eat fish. ها Bear live in a river. Bear angry the تمام، يبقى اقدر ابدا بجمله عامه زي I like animals، عايز اقول بعدها I like bears، my favorite animals are the bears، the bears هنقول like fish او they eat fish. اقدر اقول كمان they have bows and claws، they use the bows and claws طبعا to catch fish،
اقدر اقول ذا بيليكان هنا، سوري، ذا بير از بيجر ذان ذا بيليكان، اتس سترونجر ذان ذا بيليكان، ات كان ايت فيش. تمام، يبقى اقدر اكتب اي جمله من خلال الجمل اللي انا عرفتها في القصه، زائد طبعا الجمل اللي انا هالفها وازودها من عندي. تعالى لي بعد كده لجزئيه تانية، بقول ذا بيليكان هاز ا لونج، ذا بيليكان هاز ا لونج، بيك قال لي بيك بيك. سير. ايه نعم، هو انت عملت باللون الاحمر؟ يعني دي دي الاجابه يعني؟ محلوله، دي محلوله، دي محلوله. نمبر 2، ذا بيليكان اند ذا بير ار ان ذا، قلناها ريفر ار ان ذا ريفر. ذا ريفر بيليكان از ذان ذا بير هانجري هنجاري ارزان، هانجري هنجاري ارزان، هنجاري ار، بس هنختارها لان مديني زان اهيت، ما ينفعش اقول له زان تاني. تمام، يبقى انا هختار الاجابه سي. ذا بير از سترونجر، اداني سترونجر، زين هقول له سترونجر ذان، هقول له ذان. نكمل القطعه الثانيه، يلا يا ماهي. A pelican and a bear are in the river. They are very hungry. They are looking looking at big juicy fish. The bear four reaches four، بيوصل للسمكة. It lifts its bow، بيرفع طبعا كفه. The pelican opens its beak. It's ready طبعا to take the fish out of the water. تعالى لي بعد كده لجزئية الماتش، بقول a pelican and a bear are hungry. طب وبعدين They are both looking هما الاثنين looking بيبصوا open. على السمكة عشان ياكلوها، يبقى الإجابة دي نمبر 1. نمبر 2، the pelican opens Claw its and beak. teeth. opens it, opens the pelican its beak. ال pelican its beak. the pelican its beak. opens its beak. يبقى نمبر 2 سي. نمبر 3، ذا بير از كايند، ذا بير از كايند، البير كايند. طبعا هنا ليه بنقول عنه انه طيب؟ لانه جيف ذا فيش تو ذا بيليكان، اعطى السمكه للبيليكان. ذا بير هاز سترونج، عنده ايه قوي؟ عنده طبعا هنا كلوز اند تيس، اسنان ومخالب. في أول جملة في الأوردر الري أوردر، يلا يا أنا أيسن. أسف. ذا The beer is angry and is buried. and surprised، وأقدر أقول surprised and angry، يبقى ذا بير از surprised and angry. نمبر 2، أنا يلا أسف يا مؤمن. حضرتك إزاي؟ The beer stronger than is the belly. لا، از دي تيجي لي في الاول بقى، يبقى انا هقول ذا بير از، ذا بير از، The belly is stronger than the belly. ايوه كده تمام. يبقى اقول الفاعل الاول اللي هو ذا بير، بعدها از، يبقى ذا بير از سترونجر ذان ذا بيليكان. ممكن مالك أقولها أول واحدة؟ مالك مالك ا بيليكان. African and beer are in the river. تمام، يبقى اقدر اقول له a pelican and a bear are in the river، موجودين في النهر. اروح بعد كده اكسرسايز تاني، يلا يا لارا. نعم يا سي. يلا، a pelican and a bear are in the river. They are very hungry. They are both looking at a big بو a big بو They are both looking at a big اي لا جوسي فيش. أيوة كده a big juicy fish. They are looking at a big juicy fish. The bear lifts its bow. The pelican opens its بيك beak. أروح للسؤال اللي بعده، يلا يا سلمان. حضرتك يا سيدي. The beer has a bow. The bear has a bow. ها، إيه من دولت إذا فروت؟ A pear. appear أنهين؟ الأولى الأول الأولى. تمام، يبقى appear الأولى، ديت هي اللي فروت.
The bear has كلاو claws. The pelican opens its. بيك طبعا البليكان هنا بتفتح البيك بتاعها منقارها. ها they are looking at a big fish. They are hungry hungry. hungry hungry جعانين. ها بيقول لي هنا الفورس بالنسبة للهاف. ما عارف الهاف اكتر الهاف الهاف أكبر يعني. هذا بالنسبة للقلب سنتر يعني. أختار أي علامة من دول. هو مديني هنا ديت اسمها الأخيرة دي اسمها سمولر زان ودي ايكوال وديت جريتر زان. يبقى اختار جريتر مين؟ اختار جريتر طبعا. اختار جريتر. دي جريتر ودي ايكوال ودي سمولر. اختار مين؟ سمولر 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 طبعا الاخيره. قصدك يعني انها اللي فاتحه باصه ناحيه الكبير. يبقى دي سمولر. هنختار الاخيره اللي هي سمولر. يلا يا سيف زبير. The bear is stronger than the pelican. نمبر 2. The pelican opens its beak. اتس وما ننساش ان اتس اللي قدامي اي تي اس اللي هي ملكية غير العاقل. يبقى ذا بيليكان اوبنز اتس بيك. اتس بيك نمبر 3. The bear is surprised and angry. تمام. يبقى ذا بير از سربرايزد مندهش طبعا اند انجري وغضبان. اداني القصة مرة تانية في شكل قطعة واخد لي خط تحت كلمة زي. هي زي هنا عايدة على مين يا حلوين؟ عايدة أبيليكان عند أبيل أبيليكان عند أبير. عايدة على أبطال القصة بتوعي اللي هم البيليكان والبير. السؤال الأول. The pelican and the bear are in the. عايزين بقى حفظت بقى الحدوتة. ريفر. They are هانجري hungry. Which animal is stronger? بير The bear. What does the بير underlined pronoun they refer to? كلمة زي بتشير إلى إيه هنا؟ معناها إيه؟ قلنا a pelican and a bear. نروح يلا للدرس الأخير. بيقول لي animal fact file هنا عن الريم جازلز والفينيك فوكس وكمان زودنا عليها الدولفين. جزئية الكلمات طبعا مهمة ولازم احفظها. في كلمات احنا عارفينها اوريدي لان شفناها واخدناها في الساينس زي الجزئية الخاصة بالفينيك فوكس. صح؟ يا شيخ تمام. يلا نشوف مع بعض. نشوف الكلمات. مديني فينيك فوكس. فينيك فوكس اللي هو ثعلب بيسموه ثعلب الفينك. ريم جازل. ريم جازل اللي هو غزال الريم. اديني كوت بمعنى فراء اللي احنا بنقول عليه فير الفرو يعني او الشعر بتاع الحيوان ده. ده اسمه كوت. مديني هورنز. هورنز اللي هم بنسميها هنا القرون الخاصة بالانيمال. هورنز. مايس هي جمع كلمة ماوس بمعنى فار وجمعها مايس فيران. وورم بمعنى دافي اللي هي دبليو اي ار ام. وورم دافي. هيت ان حرارة. ثيك ثيك بمعنى سميك او تخين. ليفز اوراق الشجر. بروتكت والماضي قال لي بروتكتد بمعنى يحمي. نيد نيدد. واي ويد بمعنى يزن. هير والماضي هيرد. اما لوز الماضي منها لوست بمعنى يفقد او يخسر. مجموعة حروف الجر اللي عندي. مديني لوك فور يبحث عن. ديورينج ذا داي أثناء النهار. بروتكت فروم يحمي من. ووك أراوند بمعنى يتجول. كلمات والجمل اللي عندي المهمة من القطعتين. القطعة الأولى بتتكلم عن الريم جازل اللي هو غزال الريم والقطعة الثانية بتتكلم عن الفينيك فوكس. أهم الجمل اللي موجودة عندي في القطعة الأولى عشان الترتيب والبنكتويشن والماتش واللي تشوز وكمان كتابة الباراجراف يا حلوين. لأن ممكن أجيب لك وأقول لك اكتب لي باراجراف أباوت ريم جازلز. اكتب لي عن الفينيك فوكس. هو الريم جازلز لوك فيري بيوتفول. يبقى عايز يقول لي إن غزال الريم ده شكله جميل. يبقى ريم جازلز لوك فيري بيوتفول. ايه تاني؟
قال لي they live in the Sahara Desert. they live in Sahara Desert، بيعيشوا في الصحراء الكبرى. they live in the Sahara Desert. they eat leaves and grass، بياكلوا طبعا هنا الليفز اوراق الشجر والجراس العشبة او الحشائش. they have yellow white coats، عندها حاجة اسمها yellow white coat اللي هو المعطف بتاعها. ايه المعطف ده؟ يعني عايز يقول لي الفرو بتاعها لونه يالو وايت، اللي احنا بنسميه اللون الكريمي، يعني ابيض مصفر. الابيض المصفر ده يالو وايت. they don't need to drink a lot of water. الريم جازلز زيها زي الكاملز، مش بتحتاج انها تشرب ميه كتير. يبقى they don't need to drink a lot of water، ما بتحتاجش تشرب ميه كتير. ده بالنسبة للريم جازلز، وهنشوف دلوقتي القطعة. طيب بالنسبة لجمل الفينيك فوكس، أول حاجة بعرفها عن الفينيك فوكس بقول ذا فينيك فوكس ليفز إن ذا ديزرت. ليفز إن ذا ديزرت بيعيش في الصحراء. ذا فينيك فوكس إيتس، بياكل طبعا هنا الإنسكس الحشرات، ليزردز السحالي، أند سمول مايس والفئران الصغيرة. its ears are big، بعرف عن الفينيك فوكس ان الاذن بتاعته big كبيرة. the fox loses بيفقد بيخسر heat بيطلع حرارة from its ears من اذنه. امتى الكلام ده؟ during the day اثناء النهار، خاصة ان الجو hot in the desert. the phoenix fox thick fear، الفرو بتاعه السميك ده هو ده اللي بيخليه warm، keeps it warm، بيدفيه at night، لأن معروف برضو إن الجو بيبقى cold at night، بارد ليلا. طيب يلا نشوف مع بعض القطعة الأولى. في القطعة الأولى طبعا قدام الصورة بتاعة الريم جازل اللي هو غزال هنا الريم. الريم جازلز look very beautiful. ريم جازلز look very beautiful، شكلها جميل. they live in the Sahara Desert، بيعيشوا في الصحراء الكبرى. and they walk around، يعني بيلفوا أو بيتجولوا. looking for grass، باحثين عن العشب، leaves وأوراق الشجر، and plants وأيضا النباتات. يبقى لو جينا نسأل هنا ونقول what do رمجازل eat، الغزال بياكل grass. إيه؟ هتقول لي grass leaves and plants. grass leaves and plants. they have big ears. they have big ears، لها أذن كبيرة، and long horns. هركز على long horns، لها طبعا اللونج هورنز اللي هي القرون الطويلة. they have yellow white coats، عايز يقول لي إن الكوت أو الغطاء بتاعه لونه هنا يالو وايت، يعني ابيض مصفر، اللي هو اللون اللي بنقول عليه كريم. which protect them from the sun، طبعا اللون ده له فايده، انه بيحميهم from the sun من الشمس. like camels، بيقول لي النقطه اللي جايه دي بقى، الريم جازلز زي الجمال في ايه؟ زي الجمل في ايه؟ ان they don't need، مش بيحتاجوا to drink a lot of water، ما بيحتاجوش يشربوا ميه كتير. ده بالنسبه لريم جازلز. مديني بعدها سؤال واجابه زي اللي شفناها قبل كده في درس الهورس والكامل. بيقول لي هاو لونج از ريم جازلز هورن، الهورن بتاعه القرن بتاعه طوله قد ايه؟ قال لي 22-30 سنتيمتر، يعني طول المسطره اللي معاك كده من 20 ل 30 سنتي. ده بالنسبه للهورن. How heavy is a ريم جازل؟ heavy اتفقنا بمعنى كم الوزن، وطالما بسأل عن الوزن يبقى أنا بجاوب بالكيلو أو الطن. فهنا بيقول لي how heavy is a ريم جازل؟ قال لي 20-30 كيلو جرام، يعني بيتراوح من 30 من 20 ل 30 كيلو وزنا. How long does it live؟ هنا أنا بسأل عن المدة الزمنية اللي بيعيشها، هو بيعيش لمدة قد إيه؟ قال لي about 14 years، تقريبا 14 سنة. what color is its coat، لون الغطاء بتاعه ايه؟
قلنا اسمه يالو وايت، يالو وايت، ابيض مصفر. الاسئله اللي عندي هنا على القطعه، لما اقول وير دو ريم جازلز ليف، اين تعيش الريم جازلز؟ اقول دي ليف ان ذا صحراء ديزرت، ان ذا صحراء ديزرت، من القطعه ان ذا صحراء ديزرت. نمبر 2، وات دو ذي ايت، بياكلوا ايه؟ قلنا طبعا جراس ليفز اند بلانتس، جراس ليفز اند بلانتس. النقطه الاخيره، هاو هيفي اذا ريم جازل، كم يزن هذا الغزال، وزنه قد ايه؟ طبعا متجاوبه عندها هي اللي هي 20 to 30 كي جي او كيلو جرام، من 20 ل 30 كيلو. طبعا مش عايز اقول لك ان الباراجراف كيب، الباراجراف هنا يتحفظ، لان انا ممكن اجيب لك طبعا في امتحان او مهام ادائيه واقول لك رايت اباوت ريم جازلز. الباراجراف الثاني المهم هو اللي بيتكلم عن الفينيك فوكس. تمام، ناخد الفينيك فوكس وبعد كده نقرا القطعه الخاصه بالدولفين كمان. ذا فينيك فوكس، الصوره طبعا قدامنا، ذا فينيك فوكس ليفز ان ذا ديزرت اوف نورث افريكا، يبقى بيعيش ثعلب الفينيك ده في شمال افريقيا. It's smaller than other foxes، والجمله دي بتيجي دايما في الترتيب او الماتش. It is اللي هو معناه هنا a phoenix fox is smaller than other foxes، هو اصغر من الثعالب الاخرى. It's 20 centimeters high، طوله كده، طوله كده 20 centimeters، طوله كده 20 سنتيمتر. It weighs، بيزن، وزنه around 1 كيلو جرام، بيوزن حوالي كيلو جرام. It's 30-40 سنتيمتر long، طوله اللي هو بنسميه الطول الأفقي عبارة عن إيه؟ عبارة عن 30 ل 40 سنتي. It's ears، الأذن بتاعته مالها are big، really big، ودانه كبيرة بجد بجد كبيرة. The phoenix fox needs big ears، هو محتاج طبعا للبيج ايرز دي، للأذن الكبيرة. ليه؟ قال لي to hear، عشان يسمع الانسكس الحشرات and small animals، وكمان الحيوانات الصغيرة. The phoenix fox eats، بياكل الانسكس والليزرز and small mice، يبقى احنا كنا بنقول الرمجاز اللي بياكل هناك الجراس والليفز والبلانتس، انما هنا الفينيك فوكس ايتس انسكتس، بياكل الحشرات كمان الليزرز والسحالي اند سمول مايس، الفئران الصغيرة.